اساسونا اتلتيكو مدريد الدوري الاسباني الدرجه الاولى. شفنا كيفاش كانت المباراه، مباراه وشاهدنا الشوط الاول شاهدنا هدف واحد، الشوط الثاني شاهدنا اهداف، يعني الشوط الاول اهداف، الشوط الثاني اهداف، وين شفنا كيفاش من جانب اتلتيكو مدريد الاحتياطيين كما ماركوس كما الفارو هما اللي دخلوا هما اللي مركاو، شفنا جاو اللي يسجل في الدقيقه 27 في الشوط الاول، الشوط الثاني 56 جاو يعود ويسجل الهدف كذلك في الدقيقه 56، شفنا ماركوس الذي سجل الهدف في الدقيقه 79، الفارو موراتا اللي تسجل الهدف في الدقيقه 84. يعني مباراه كانت شيقه، مباراه خاصه حماس سيموني الحال المدرب تاع اتلتيكو مدريد وين دخل بخطه 4-4-2، شفنا التشكيله تاع اساسونا اللي دخلت بخطه 3-5-2. يعني كانت المباراه مباراه كانت شيقه، مباراه وين شاهدنا اللعب تاع اتلتيكو مدريد والحراره تاعهم، شفنا جان الحارس الذي انقذ المرمى تاعو في الشوط الاول، شفنا خوسي ماريا، شفنا ستيفان، شفنا يعني نقولوا بلي هيكتور، شفنا ساول، شفنا كيفاش ديغو كوستا اللي خرج في الدقيقه 63، انخيل كوريا الذي خرج في الدقيقه 63 دخل مكانه الفارو ماركوس وتوماس. يعني اللاعبين هذو اللي قدموا اضافه، الثلاثي اللي دخل هذا اللي قدموا اضافه لاتلتيكو مدريد، رغم ان شفنا روبن ايفان الحارس تاع اساسونا اللي انقذ المرمى تاعو، لكن بدون جدوى امام اللاعبين تاع اتلتيكو مدريد، شفنا دافيد غارسيا، شفنا انطونيو، شفنا كيفاش دراكو، شفنا كيفاش خوسي، روبن، اندريان، مارك. يعني من جانب اساسونا شاهدنا كيفاش كانت السيطره الكبيره من جانب اتلتيكو مدريد اللي عرف كيفاش يسيطر في هذه المباراه، عرف شاهدنا كيفاش كانت الشوط الاول صح، الشوط الثاني كان متكافئ، لكن التمركز واللعب تاع اللاعبين تاع اتلتيكو مدريد هو اللي خلى كيفاش يفوزوا المباراه. شفنا 52% نسبه استحواذ اتلتيكو مدريد، اساسونا 48% نسبه استحواذ، 255 تمريره لاساسونا، 298 تمريره لاتلتيكو مدريد. يعني اتلتيكو مدريد عرف كيفاش يفوز على اساسونا بخبره تاع فنيك، وشنا كيفاش لي كونتر اتاك وين السريعه الكرات المرتده السريعه تاعهم، على بالك نقولوا بلي خاصه وين سيموني المدرب هذا اللي عنده تاكتيك دي جو، نقولوا بلي خطه جهنميه، خطه لعب جهنمي، يعني يلعب بطريقه جهنميه وين يدفع اللاعبين تاعو كانهم مقاتلين فوق الميدان، هذو هما اللاعبين. وشاهدنا كيفاش غياب الجمهور، وخاصه وين شفنا كيفاش الانصار غياب الجمهور والحماس تاع المدربين، خطه تاع المدربين. هذه هي المباراه اللي انتهت لصالح اتلتيكو مدريد في الجوله 29 اللي كانت مؤجله يوم 20 مارس 2020 والدور الاسباني، فوز اتلتيكو مدريد امام اساسونا. صحيح نقولوا باللي الجمهور كان الغائب الاكبر اول مره، كيفاش حنايا كيما يقول لك نبغوا الجمهور، خاطر الجمهور الانجليزي شفنا كيفاش قاعدين، شفنا كيفاش يقعد الجمهور، شفنا كيفاش وين نقولوا باللي اليوم المباراه هذه مباراة تاع اليوم تاعكو كان فيها الجمهور كانت تخرج حياة كبيرة كاع، خصوصا بين زوج فرق عريقان، فانيك هادو زوج فرق عريقان، فريق اللي عندهم فانيك عندهم تاريخ عندهم تقاليد. يعني ونشوفوا كيفاش التعامل تاع المدربين ما بين نقولوا ما بين الشوطين، شفنا كيفاش التعامل تاع المدربين، شفنا كيفاش المستطيل الاخضر، انا واحد كيما الناس نحوس على نتفرج على اللعابه المستطيل الاخضر، مال الجمهور ما يهمش يكون هو كي يكون تكون نكهه عند في المباراه، بصح كي تكون عندك يكون عندك اللاعبين يطلعوا المستوى، هذيك هي الفائده. صحيح